أرسلت عبر الأقنية الإدارية الطبيعية وعبر وزارة الخارجية إلى السفارة السعودية رسالة من البرلمان الموريتاني، وأحيلت من الخارجية الموريتانية، ورغم ذلك أخبر الموظف بأنه هذا الأمر ممنوع. أنا أقول أنه هذا المنع هو ازدراء للدولة الموريتانية، لممثلين الشعب الموريتاني، أيضا حتى استخفاف بالأعراف الدبلوماسية الطبيعية، أنه أي دولة معقول أنها تبحث عن علاقات عامة، وأنها أنا لست الشخص الذي يبحث عن عمل هنالك في المملكة العربية السعودية، وسيتخلف كل الأمر ما فيه أنني سوف أقضي أياما وسوف أضخ بعض الريالات في السوق السعودي.